السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة أبو حاتي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوربة المكرونة، حاجة كده طعمها في منتهى الجمال، مشبعة جدا. تقدري كمان تقدميها جنب اي كفتة، بانيه، اي حاجة من النواشف دي، هتبقى لذيذة. والميزة كمان فيها ان هي شوربة، فبتبقى سهلة وحلوة جدا للولاد، هتعجبهم قوي قوي. تعالي بقى نشوف مقاديرنا ونشوف هنعملها ازاي. عندي هنا كيس مكرونة، كمان نص كيلو من البانيه اللي متقطع قطع صغيرة، معلقة صلصة كبيرة، قرن فلفل احمر متقطع صغير حسب الرغبة، وكمان علبة من الذرة الحلوة، وعندنا بصلية كبيرة متقطعة صغير، ملح وفلفل ورشة سكر، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. اول حاجة هنحط معلقتين سمنة ونبتدي نشوح قطع الفراخ، ولما نلاقيها دخلت في السوى هنضيف لها معلقة الثوم، ولما ريحته كده تطلع ونشمها هضيف البصلة اللي متقطعة صغير، ونقلب كله كويس على النار لغاية ما البصلة تدبل. هتبلها بقى بملح وفلفل ورشة سكر، رشة سكر يعني اقل من ربع او حوالي ربع معلقة صغيرة، ودي معلقة كبيرة من الصلصة. هنقلب كله كويس مع بعض، ولو عندك شوربة يبقى حلو جدا، هتحطي الشوربة تكون سخنة. انا هنا حطيت مية، ممكن مية مكعب مرقة، وممكن لو متوفر عندك شوربة يبقى تمام جدا. هنسيب بقى الخليط ده يغلي على النار، ولما يغلي هضيف المكرونة وهنوطي عليها ونسيبها تستوي. ولما تستوي هضيف لها علبة الذرة الحلوة، وهضيف لها كمان قرن فلفل متقطع صغير. الفلفل ده ممكن يكون حامي او بارد براحتك. غلوتين وهنطفي عليها. بصي بقى تحفة، طعمها جميل جدا، سهلة خالص في العمايل، زي ما قلتلك هتعجب الولاد وسهلة جدا في الاكل. زي ما قلتلك تقدري تعمليها جنب اي نواشف، كمان ممكن تلغي القطع الفراخ اللي في الاول ويكون عندك شوربة تضيفيها، وتعملي جنبها بانيه او كفتة، لذيذة جدا وطعمها في منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبك، لو عجبك لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدري تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.